ياسين العماري منسجم تماما مع المرجعيه اللي كيدوي منها هو، بصفته داعيه، بصفته كيتكلم في الامور نتاع الدين، بصفته متفقه في هذه المسائل اللي عندها علاقه مع الوعظ وسميتو المحاضرات الدينيه، اكيد غادي يقول بان داك الشيء راه لا ينسجم. شنو بغيتو يقول؟ اجتني غريبه يعني كيفاش ردت الافعال اللي كتهاجم ياسين العماري. ياسين العماري انا كنتبعه، احترمه جدا، اختلف معه في واحد العدد نتاع النقاط، وخاصه في واحد العدد نتاع المنهجيات ديال الحجاج لديه. عنده واحد النوع نتاع الحجاج كان عيق به انا شخصيا، ماشي هو هذاك. والا جات شي نهار تلاقينا غادي ندويو انا وياه في هذا الموضوع، ولكن لم يثبت ابدا ان السيد تجاوز الحدود ديالو، ما تهجم على حد، ما سب حد، ما عاير حد، كيقول الراي ديالو بكل احترام. الطريقه باش كيتكلم متواصل جدا، كفء، كفاءه تواصليه كبيره ياسين العمر، وماشي فقط على المستوى المنهجي، حتى على المستوى القيمي. السيد محترم جدا وما قال شي حاجه اللي يعني تشنجوا تجاهه ولا تجاه داكشي اللي قالوا.